تعال نتكلم على مراتب الحب. ترى مو الحب انت، احنا الحب فاهمينه غلط. الحب كيان، شعور يبدأ بالعين للأذن ثم ينزل لصميم القلب، إن وصل للقلب لا يخرجه إلا الموت. لهذا ترى المحب أعمى. اجعل امرأة تذهب للعرس، أي حفل الزفاف، تقول ها كيف العريس؟ والله ما أعرف، هو أحلى عنها، والله ما أعرف ليه تزوجها، يلا أعمل قلب ولا ما أعرف إيه، وهذه الأمثال. ترى المحب أعمى، أنت نظرت جسدا، هو نظر روحا، هذا الفرق بينك وبينه. هو ما حب جسدها، حب روحها. تجد غنية تزوجت فقير، تجد فقير غني تزوج فقيرة، هو ما أحب جسد، هو أحب الروح. الحب لا يأتي، لا يولد فجأة، يبتدئ بمراحل. المرحلة الأولى قال أهل العلم رحمهم الله: المحبة مراتب، أولها الشغف، قد شغفها حباه إنا لنراها في ضلال مبين. الشغف، تعرف وش الشغف؟ اللي يذبح ذبيحة يطلع القلب وينزع الغشاء الرقيق، يوجد غشاء حول القلب، هذا يسمى شغف. الشغف مرحلة حب، يحيط الحبيب بقلبك، بس هو ما ترى منه إلا حب، ما تريد إلا أن تسمع أو أن تتذكر أفعاله أو حركاته، أو تحب كل شيء من أجله، حتى رائحة عطره. هذا الشغف، الشغف قلبي لا يتسع إلا لك، كأنه ملك القلب فيمنع أحد من الدخول إليه. الشغف هو الغشاء الذي يحيط القلب، كأنه ممنوع أحد يدخل إلا بإذنه. وعلى فكرة المرأة فقط تصل لهذه المرحلة. الرجل يصل للعشق، يقفز للعشق، ولو ظفر بعشيقته ربما قل عشقه، لكن المرأة إذا وصلت لمرحلة الشغف لا ترى إلا هو، لا أرى إلا أنت، أنت فقط، أراك دولتي وأهلي وناسي، وأراك عالمي، أنت شمسي وقمري. هذا هو الشغف. قالوا الثانية تعلق القلب بالمحبوب، إذا رأيته تبسمت، أحب أن أسمع همسه وصوته، أحب أن أراه في أرجاء منزلي، في هاتفي، في مسمعي، في كل زوايا بيتي. تعلق القلب بالمحبوب، العشق. تعرفوا شو العشق؟ هذه سفنجة مثلا أضعها هنا، أضعها في الماء وأخرجها، فنقول عشقت الماء، يعني دخلت كل ذرات المياه في مسام الإسفنج. فالعشق العرب قالت هو الحب المفرط. ابن عباس كان يمشي في المدينة فرأى شابا نحيل ضعيف جالس، نظر من النافذة ثم رجع، الهيكل العظمي ظهر عنده، ظهر ليس مجاعة. فقال ابن عباس ما به نحيلا؟ قالوا به العشق، يحب. قال أعوذ بالله من العشق.